الله منك يتوحد كما رياس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتو تاملكاتو تشاتين تاملسان تاقنينتنا قدي يواراني اللنو سلا أهل السنة والجماعة أخلاقياتها تشونا سلوكيات وي بحرية تشوني مسلال صبايا تشوني مسلالين من خير الناس للناس من عيتنا كانت أيضاً أهل السنة هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنان شرط الله أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليلة نقر مع الحفاظ على الجماعة عند النهي بتبقى أكبر يا أمر بالمعروف إنه ينهي عن المنكر سويش ناتشو مكان خير ما أخرج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر عن المنكر إيه سنقول عندهم مقالج عندنا قل إيه عند النهي بعد بالآخر رسالة ملكو عند النت البتبك ملكو أمر بالمعروف نهي عن المنكر على الأجر أحسنت أهون أزيك على تطوص نفسنا قروتش لنا أهل السنة هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنن أمر بالمعروف على بملكة مازز يبال على كما تفهم كالكلم يبال لك على بملكة مازز يو هل نفسه بقارة على الرومي شرك الله جدين دولة جولة شرك لنا كان هل نفسه ملكة مازز جرى ملكة يتوالون قروتش بمولو نسول يجوش مع ملاكة يا أهل السنة عند مكالة جانو الله عز وجل يزيه ما هبرسب يا أهل السنة عند ما هبرسب سيقلت وكنتم خير أمة سلالة مرتم هبرسب مكالة جانو مراسو هنا بملكة مكالة على ملاكة يا الله عز وجل قطعت ميت أبكوت ولد بالسالم نو يا نبيات وشم أرجمان يعرف بتنو لؤن الذين تبلو على لسان داود وعيسى يمتقوا مالتنو القرآن لا داود نعب عيسى ملات يترجموا تنزوج كانوا لا يتناهون عن منكي فعلوه نو بمسوي تنبروا متقون قال يا توي الطابع للصوش ناتشونا أمر بالمعروف نهي عن المنكر مسرات شريعة كديتان الله عز وجل يمن ما برسل يلا كبتنا مرتوك عالم ديك موسى وجوشين ولا ملكا ما قرمت راتنا الله عز وجل القرآن لا يمن قرن يك على طول شلو مرتك عالم من المسيبال من داعى إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا الله من قريت تتقرى ملكا من تقبال يسرى كثاني لمكا مسلم وشنون بلو يتران قرن وانا هنا ومن أحسن قولا من داعى إلى الله بلو أمت وعنده ومن أحسن من دينه مرتك على طول شمال هنا أمر بالمعروف نهي عن المنكر معناته ان دعوه يا اهل السنه ما كانتش سوتشو ولا ملكا مترا كمطفو ملكا نجر كن ولا ملكا سترا كمطفو استكلك تطوق مو انت امر بالمعروف ما انت في اللوته بالكره صحيح يا الله عز وجل في اللوته يميا مولا ترى كذا ولا جنه املاك يميا مولا ترى سترا ولا ملكا نجر سترا من مول منور انت يا لبد سويهم ولا ملكا تقدر تفلقها شي تهبل انت شعورها عندي بس انت اللي تطمط مو يلبس امر بالمعروف مدرج يلبس سويو ملكما عندي برتاش تهلت يا جنه منجل عملاكات مهونن فلقه كذا ولا جنه عملاك تو دغمو سوء ملكام نجر عندي اغني انت يالله بالدرجه انت يالله بالدسفه انت يالله بالملكام مثل عندي متى فلقه مو مشال علبت يا الله عز وجل في تفلقوبت مسرى تكبر مو مشال علبت اخلاص لنوره يقبال ملكام نيا بتشا يلله مالتي كذا بتجمعي حسن الظن منور عندك يسوي الجن وده من كان نجار سترى يسوي يكو كنيته شالنا جن الله من برا فذكر فإن ذكرى لمن لنو يوز محمد صلى الله عليه وسلم كون فذكر فإن ذكرى تذكر جن لما نو كونوا سبلاج لمن محمد كون عشر لمن محمد جن لمن ما نو أستاوس ما أستاوس لما منو جت أكمل تورون تازوس وكذلك سويتش إنما مؤمنوش بمن تازوس رسولش تازوس بس نجار نتازوس تلا يعني المسات سنسر حسن الزني أصلقا السو كان إذا شعري بيهون من كام نقر نعملاك الجو وأهديك إلى صراط المستقيم من كام نقر نعملاك الجو إيه ومن دمو نهي أن المنكر نعم في المعرض نهي أن المنكر كونتم قاعد تهاجم دمو دوابط كعلم كتور يمن دمو علم يمن توقو نقر لين يتطار يمن توقو نقر بجام كلا يمن توقو نقر مكلا مجمرة أمت كلكلو نقر مكلكل يمن شنو بلا مواقع البهن سنة والجماعة بأمر بالمعروف نهي عن المنكر لا تلقوا قاعدات شو علمنا كعلم كطول ما تو قاعدات شو علم تنترسون له قاعدات شو نحن نمسالي علمنا وبلا كامن متاقون نجر كونا متاقون مو على بيت كطعي مو على بيت إيه نجر يتعززنا إيه نجر يتكلكل ما بلك كذا وش على جودي كطعي على ما جودي بعلموش مكان مختلف فيه هنا جودي لا ينكر إنكار يدرك يوم جمرنا نجر ما هو كعلم بنينه المختلف لا ينكر
المختلف فيه لا ينكر بقدر باجن دور يتهاوي تلاقي بتنك إنكار مبالغ كريلا أني عندنا علي منجد يوم معتبر يومي متوقع علي منجد مرة جاوك إذا أنت راسو بت أجن لك تكتلكم أنت هاي إيه مالك نزيد بلا نني وياي إن شاء الله نجي بعد فيم خلاي كراءات لاي ويجي تتعرف قبات وتشلال تشلال لهنجي هي شهيرة جهنم وهي مرجوك نور تتشلال لهنجي مسجد لاي كومه ماي كيزة مختلف فيه هو النجار دمن هنا الرجل مالك أيشان نازي تكذبين كم تكذب لا تشون دينا تشون مالك أيشان صح أقول تقولي يتسمعهم بالقاعدة أنا كقاعدة عمان إيه قدي من الله مثلا إيه نقوله كوكب أوك ست سرنا إيش مدام مختلف فيها يدلم مدام عين يقينه ظنية تايلن بلاك عمانك يكين لراسه أراد مسرته إيش القتشانه أمر بالعروف نهي عن المنكر له يوم جم مرة نجى أمر بالمعروف يمت سرابت نجر مركام مهون قتا يمون اللبك أنت مراسو عون يتأرح بتي على نجر مجمرة من كابو ما هو كلبك خلاص تاني نهي عن المنكر ستالك متكلك كلو نجر يمتكلك كلو نجر يمتكلك كلو صوية نجر عقوت مرفوع عقوت النبي لا ما هو كلبك وينم كنا نجر 50% بره النبي لا ما هو كلبك خلاص تاني صوية أنت نهي ستالكوا بمركام بمرفوع نجر يمتكلك البركونة أنت نهي ما درب على رجال ما هو كلبك لما سأل عن جالس تتكلك روحه مي بس بتعلم توستر مي بس بتعلم من مرة قال لي بينزي تعلب وك ك كزاك على البيت يبدل تشكر بس يجاون بلا كاسك ما هو عندك هنا كان هي تشارد سومنتو مستفكر كله أحسن أدم مستمر مشعل على البيت كارمونس بس هم سوين ما يسكر كده سؤال بعد البيت نقدر لا يدير أنا ما أدري كم يتبقى بك لأن ما أحد تنيو كأيدا مي متى نهي عن المنكر لا نهي عن المنكر متى البيت نقدر بس أنا أشكر على البيت مالا يمكن مون على البيت مالا كذا بتجمعري رجع نهي عن المنكر لأن ما تجوز هذا የለበት ማለት ከዚህ በተጨማሪ ነህ ያን ሙንከር መታረግበት ነገር ምሽሉ ነገሮች ቋሚ አይደለም ስለሚያስቆጥ በተለዋ ወጣ አይደለም ያን ሙንከር ይል ቢማና ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሰዎች ለደሩራ ለችግር ጊዜ የሚጠቀሙባቸው ነገሮች አሉ ለችግር ጊዜ የሚጠቀሙባቸው ነገሮች ላይ ኢንካር የለም ለአን ደሩራት ቱቢውል መህዱራ ስለዋል ችግር ያመጡ ምሽሉ ነገሮች የተከለከሉ ነገሮች ስለሚያስፈቅዱ በዛ ወቅት ኢንካር ይላል ለምሳሌ አንድ ሰው ሊሞት ብሎ አጠገብ ያለው ኸምር ኮን ሊጠጣ ቢልክ ኢንካር ይባል ነገር ይላል hatta عمر الفاروق እኮ عمر رماد ላይ ያ ችግሩ አመት ላይ አሰንት ሳሪክን ቀጥያት ሳሪክ ይለም ብሏል እጅ መቁረጥ አልነበረ hatta እንዲህ አይነት ትልልቅ ነገሮችን እንኳን ሁላ እስከማድረግ ደረጃ አሰንት እና እነዚህ ቃይዳዎችን ባሟላ መልኩ عمر بيعرف نهي عنه ለምን ነው እነዚህ ቃይዳዎች ያስፈልጉት الدنيا نصهونة من دي مطام لم مع الحفاظ على الجماعة مالت سب السمن داي بطن مفارق للجماعة داتو بمعنى يوم قد جاي لي جماعاني مي بطن كمان عمرو بالمعروف انه يعني المنكر ما قم يعلبك من بلو عجوان لم دمي هي مطوكا ليسر عند نبرو كالله عز وجل القرآن لي تنسى رسول مالي سنة علم وجه اسك مطوى رسول من قواعد لك ساميري يومتو عندما تستوي سوء جسر الله جميعا جسر عليه السلام يقول له خدر ما نو عفوا وند ما تكون هارون تركي ادرغو صوراتواچو بهيدو غزي من بلواچو طبقلي اني سرا عند نبرو اسراچو نو نبر يلو سيملسو غن يابيلوت نغر يا نبر سوج ساميريو متو تجا سرالاچو يا ن تجا سوج طواف يارقو سيامن قاغنياچو بتام تقوت وند ماچو يهدو من ادرغواچو صوراتچونا صوراتچونا صماچو نچتو يزو من بيه نبر اوراچو من على هارون عليه السلام ابنهم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي سويني تبين ما تياز من فريتشين يتوقع شوان أنت أقول أفرقت بيني قومي بهزبوشينا بني مكاكك ليت رني ألا ولم تقول قولي نقرنا تبركم ترني ألا بطن كاتو ترني ألا بيين من بيين فريتشين وأراجو من مرض حتى في موضع الشرك بشكل مقال اللي متهي انقريت الجار يعملوكو بعض الصوش مقال من متبك أحسن لاجم عندنا في متبك سرطاين من يقال له عالموشو
ምናልባት እዚህ ጋር አንድነት ስንል ለተመልካቾች ግልጽ እንዲሆን ይሄ አንድነታቸው ሽርክ ላይ ሆኖ ሽርክ ሊከለው ነው ማለት አይደለም 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 ካሱን አለይሂ ሰላም ዝግግር ያደረገው ይሄ አንድነት ነው ትግሮች ቢሏቸው የበለጠ ህዝብ ይበተን ነበር ሸህናን ሙሳ አለይሂ ሰላም ሲመጡ ማስተካከል አይችሉም በየቤታቸው ሄዶ ማስተካከል አይችሉም አንድነታቸው ሙሳ አለይሂ ሰላም እስኪመጡ ድረስ ቢጣበቅ ሐታ ሽርክ ላይ ሆኖ የተሻለ ነው ከኔ የተሻለ ሰው መጥቶ ያስተካክለዋል የሚል እምነት ስለነበረ ከዚህ ቃይዳ ተነስቶ ነው እነዚህ አራት መሰረታዊ ነገሮች ያመጡት الشيخ ابن القيم الجوزية في كتابه غاثة الأحفاد بل مبارقه يا براروتال حتى في إعلام الموقعين من نزيو إعلام الموقعين من لاي نزيو يا براروتال نزيم كعيلوج من نشاك شهين ببرا انتي شرك موضوع لا يمكن تكونوا حفاظ على الجماعة جماعة متأبرت ميبال هسا كان بكر وانتو قدوا جاي ما أولا أولا بدب أصلت مستقى يالبنا كنتبارك مع الحفاظ على الجماعه سنن هي جماعه ميبال نجر بهنتم بكون بكون قرانا وازاز ادبك عندنا بامر بكون ولتنيا بنهي بكون بامر بكون الله جل وعز بيقولنا واعتصموا بحبل الله حبل الله جميعا جميعا شوف واعتصموا كبك نبر بحبل الله غير حبل عندنا غزي ميطيق طياق قال حبل معناته مندنو كواليتي لمطاط ميطاطوا وندموش قالوا معناته በኳሊቲ ነው እቺ ቺቲን ብቻ ናት ሀብል የምትባለው በዚህ ብቻ ነው ይባል ኖ ሀብል የሚለው ጉዳይ ዲን ነው ላኢላሃ ኢላላህ ነው በዚህ በዲን الاسلام ውስጥ እስካላችሁ ድረስ ወዕተስሙ አንድነታችሁን ተጠብቁ ይሄ ብቻ ይበቃል ወዕተስሙ ወአወል ጀማዓ ነው ሁላ አወል ጀማዓ ነው አታ ከመጨረሻ ላይ እንደገና ጀሚዓን አለ ጀሚዓን አለና ደግሞ ሁላችሁ አጠነከሩ አሁን ሌላ ማጠነከሩ ወላ ተፈረቀዋል شوف ወዕተስሙ ካለ በቂ ነበር ቃል ወዕተስሙ አንድ ሆኖ ولا تفرقوا لكن اتلياعوا يا واعتصموا تقاراني يا عند قولوا تقاراني اتلياعوا ما لا اتلياعوا قلتوا مثل سلازي الناسي وسط لا يالو بن شجروت تدمروا لينا انت هون بيننا بسمحار مكاكل يالو شجروت نكسن بنواطاتهم 100 شجروت يلو يشكال بيننا بعد كملكاكت جمرو كلاوا بس جمرو كبلال كاتطات افري حتى بالبشريعه بزو ይሄ ሁሉ ተደምሮ ሪና አንተን አላህ አንድ ሆኖ ያለበት ልጅን ፕሪንሲፕል የመጣስ አቅም የለውም ይንፈሰፈሳል ይሄ ወዕተስሙን የሚጥስ አንድም አንድም ነገር አታገኝ ዳኺል አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ብዙ ነጥቦች እንዳለ ያያችሁ ወደፊትም hatta አቀዲ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ፍሩዕያት ጉዳዮች ላይ እንደተለያየ ጭምር እንደለም ግን ይሄ ከመሆኑ ጋር مع الحفاظ على الجماعه የምንለው ይሄ ጀማዓ የሚባለው ነገር ይሄ উম্মাহ ইসলামিয়া ወደ እስልምና ኢንቲሳብ ያደረገች በሙሉ ከተራ ጃሂል ጀምሮ እስከ ትልቁ ዓለም ድረስ ከሴት እስከ ወንድ ድረስ ከህፃን እስከ ትልቅ ድረስ ይሄንን ሁሉ በሙሉ አቅፎ ያያዘ ስለሆነ ይሄንን ጀማዓ የሚበትን ነገር ከሆነ ለጊዜው ይቆይ የሚባልበት አግባብ እንዳለና ይሄ መጠናከር እንዳለበት ጭምር ነው እዚህ ቦታ ላይ የተጠቀሰ ያለው እና ይሄ አምሩ ቢልማዕሩፍ ነህያኒ ሙንከር አንድነትን በጠበቀ መልኩ የሚያደርጉ ስብስቦች ናቸው አለሱና በቃ አንድነትን የሚበትን ከሆነ አምሩ ቢልማዕሩፍ ነህያኒ ሙንከራቸው ደጋግሞ የሚመለከቱ ሪቫይዝ የሚያደርጉ ሙራጃዓ የሚያደርጉ ትክክል ነን ወይ የተጠራንበት ያለው ነገር ትክክል ነው አይ አይደለም ስንጠራ እነዚህን ቀዋይዶች ጠብቀናል አልጠበቅንም ስንከለክል ጠብቀናል አልጠበቅንም ወይ የሚለው መሰረታዊ ቀዋይዶች ናቸው በተለይ መርሳት የሌለበት አልሙክተረፉ ፊሂ ላ ዩንከር በዑለማዎች መካከል ቅርንጫፋዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ዑለማዎች ኢጅቲሃድ አድርገው በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ እኔና አደም የተለያየ መንገድ ብንከተል معتبر كهو عليموتشو عليموتشو يا عزمان قد عند هذا الكون ينبوه مكاو يعني سنة عنده قاعدة عنده يسبسوه من قلجة بيتين يوم عجن داليو حتى النزي سويت مليون إشلال عند ما تناكايا النزي نقروش النزي ليونتوش بمذهب درجة ليونه إشلاله وهم النزي ليونتوش بقلسة درجة ليونه إشلاله خلطتم يفكر عبد معتبر يونا عليم في زمني معتبر هنا عليم لمثالي في زمن امام الغزالي معتبر هنا تعليم امام الغزالي ناتشو بنن بامام الغزالي زمن امام الغزالي يازو اقام ما يازم قبل بعد امام الغزالي دمو ابن تيميه والحراني متو يا متاعتهم اقواموتهم عند سو بيس بالذي هلت معتبر عليم مش مكاكل يالو بفورو بكرنصا في غداش لا يالو ليونتوج بفصم ينكر يدرو باكو ايدم ያው የመከተል ጉዳይ ላይ ምናልባት ሌላ ባብ ሆኖ ምናልባት አንድ ሰው ሲከተል ምንም የማያከወረ ሙቀዲድ ይሆናል طالب العلم ከሆነ ደግሞ ይሄን ከቁርአንና ከሐዲስ አንፃር መዝኖ የማንኛው ይሻላል የሚለው ነገር ያ ከዛ በላይ ደግሞ ሙስሊም ከሆነ ደግሞ የራሱ ኢስቲሃድ ያደረሰው ነገር ይከተላል ማለት ነውና ቀጣይ ነጥብ አለ ኸል ሐቢብ
ሌላኛው ነጥባቸው አህሉ ሱነቲ ወላኡኩ ሊልሐቂ ወህዳ ጀዛከ الله خيرا ደው ጣብ ደስ የሚል እንትን ነው በተለያየ ያቋም በርግጥ ያነሳሉ ነው ያለ ነው ግን አህሉ ሱና የሚባሉ ግለሰቦች ነው ያለው አህሉ ሱና መሻይኮቻቸው ላይ ተዓሱብ ይላቸው ወገንተኝነት ይላቸው ወገንተኝነታቸው አንድና አንድ ለሐቅታ ለሐቅ ብቻ ይሄ ሐቅ የሚባለው ነገር ደግሞ በራእያቸው ሳይሆን በአቅላቸው ሳይሆን የሚመዝኑት ቁርአንና ሐዲስ ላይ ያስቀምጡትና የመዘነው ይቀበላሉ በርግጥ ይሄ ሲባል ደሊል የሌለው አካል ማንም የለም ባይዘው حتى ሙዕተዚላ ደሊል አላቸው حتى خوارج ደሊል አላቸው حتى ሺዓ ደሊል አላቸው ሱብሃንአላህ ከቁርአንና ከሐዲስ ደሊል መውጣት ቀላል لكن ይሄንን ደሊል ቁርአንና ሐዲስ እንደሚፈልገው الله جل وعز ለኛ እንዳወረደልን ያ ንጹህ የሆነው ነው رسول صلى الله عليه وسلم እኛ እንድንከተለው በፈለግነው አግባብ ነው ወይ የሚለው ነው ያጣለ ያለው እንጂ ሁሉም ከቁርአን ወስዶ እንዲህ ብሎ ሊያመጣልን ለ12ያ በቴል ይሄ ወይ ይሄ ነው ደሊላችን የሚሉበት አግባብ አለ خوارج لا حكم الا لله ان الحكم الا لله ብለው ደሊል ያመጣሉ حتى شيطانም ደሊል አመጣ سبحان الله ደሊል ማግኘቱ አይደለም ደዋቢቶች አሉ ለዚህ ነው ቀደም ስትለውም የነበረው علم የሚባለው ነገር የሚያስፈልገው ለዚህ ነው كقران كحديث ككفيك كنحو كصرف كبلاغه كمنطقه كعرض نزي كله تدمروا عند راسه يتشال ميوطاتشو برينسيبل اصول يبيبال نغير عندنا بزي اصول مانيش كان تدرج ما نم يقرطه كوسدوا منالبات ما ابو علي بن دبيلو قرانه راسه دال هنا غو تتقنوا انت اللي عليك او مندنو دينكوت دين ايجدد سمنا ايجدد ميجددوا فهو ايتاو ميجددوا በርግጥ ተጅሪድ የሚባለው ነገር ሁለት አይነት እይታ አለው ፈምቀረንት الاديان ላይ በተለያዩ እምነቶች ላይ የተለያዩ እይታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ተጅሪድ ምን ነው ነገር በመታደስ ምን ነው ነገር እምነቱ ሊታደስ ይችላል እንደ ፕሮቴስታንቲዝም እና ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ራሱን አድሶ እምነቱን ያድሶ እንትራዶ ፕሮቴስታንቲዝም ካቶሊሲዝም ማነው ኦርቶዶክስ አልኩኝ ካቶሊሲዝም አድሶ ራሱን ፕሮቴስታንቲዝም ሆናል እምነት ይታደስ ሊሆን ይችላል እነሱ ዘንድ እኛ ዘንድ ግን እስላም አይታደስም የሚታደሰው እስላም ውስጥ ያሉ እይታዎች ሊታደሱ ይችላሉ ዘመን ተንተርሶ እነዚህ ዘመንን ተንተርሰው የማይታደሱ የሆኑ እይታዎች አሉ ብሎ ደግሞ አልሞቻችን ኡሱሉ የሚባል ነገር አስቀምጣል። እኛ ኡሱሉ ላይ ምን ፈላስፈበት ከዚህ በኋላ አስፈላጊነትም የለም። አልሞቹ ከቁርአኑ ከሐዲሱ ከነህው ከሶርፉ ከበላጋው ከመንጠቁ ማህሩዱ ሁሉ ነገር ይስተካከለው። የቁርአን የሐዲሱ ቀቱ የቁርአን የተፍሲሩ ቀቱ የፍቅሁ ቀቱ የነቀ የቀዋጅ የቀቱ በሙሉ ሱሉ ይባል ነገር አስቀምጣል لكل علم اصول كلهم علم اصول አለው لا فقه اصول لا تفسير اصول تفسير لا حديث مصطلح حديث لا ለእያንዳንዱ ነገር ምንድነው ታሊላት ምንድነው እናደርገው የሚለው ነገር ተቀምጦልናል በዚህ ከዋዒድ መሰረት በዚህ ከዋዒድ መሰረት ሲታይ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ የሚሰባሰቡት እውነት የሆነው ነገር ላይ ብቻ የትን ቦታ ላይ አታገኛቸው ከእውነት ውጭ ወግ ነው እውነት ማለት ወንድም ያዘው ሊሆን ይችላል ጠላት ያዘው ሊሆን ይችላል ወንድምም ዘንድቶ ጠላትም ዘንድቶ ሁም አውላ بالحق ማለት ለእውነቱ ተገቢዎቹ አለሱናዎች ናቸው ስለዚህ የተገኘችበት ቦታ ሄደው እውነቷን ሰብስበው ይዛሉ الحكمة ضالة المؤمن እንዳሉት ነብዩ صلى الله عليه وسلم ማለት ነው ስለዚህ ማንንም ዘንድ ላይ ማንንም ሰው ላይ ሐምድም ገምም የለባቸው ማንንም ሰው አያመሰግኑም ያለቀጥ ማንንም ሰው ደግሞ አይወቅሱ ከማንንም ሰው ጋራ ቅድስናን አንጠልጥለው አይጓዙ ከማንንም ሰው ጋራ ደግሞ ርክስናን አንጠልጥለው አይጓዙ ሁሉንም ይወዙት በቁርአንና በሐዲስ ሚዛን በቁርአንና በሐዲስ ሚዛን የተናገረው ራይ የተናገረው ሐሳብ መዝኑ እውነት ሆነ ይቀበሉት የተናገረው ሐሳብ መዝኑ እውነት ካልሆነ ይጣሉታል ለዚህ ነው ምንለው ራዩ ኢማሚ ወናኢቢሂ የኢማሙ ኢትያር ማድረግ ይችላል የተባለው ናኢሙ ሙስሊም ተክቶት ያለው ደግሞ አሊው ሼፍ ምናምን የሚሆን የሁሉ ራእያቸው ምናል ሰዋብ አለው ኸጣ አለው ከሐቅ ጋር ሊጋጠል ይችላል ከሐቅ ጋር ሊጣላ ይችላል የማንም ራእይ ማእሱም አይደለም የማንም ራእይ ማእሱም አይደለም ማለት ቢማዕና ምንድን ነው ሐቅ የሆነውን ብቻ ከቁርአንና ከሐዲስ ሚዛን ይዘው ይቀመጣሉ ማለት ነው ማሙ ያስገድድም ራእያው አያስገድድም 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 በኢማም ዑስማን ዘመን እንግዲህ ለተለያዩ ሰሃቦች ይخلፈው የመጡበት አግባብ አለ حتى عمر الفاروق رضي الله عنه ابو بكر الصديق በሳቸው ዘመን የخلፉበት አግባብ አለና ወላአቸው በሙሉ ለሐቅ ነው ለዚህም እኮ ነው
الرجال يزرون بالحق والحق لا يزر. لا يزر. يزر. يا حقا لك كل شيخ كتبنا أهون يعلم من شجر من دنو أني مودة وشيخ علي مكتلة ونما فكر وشيخ علي بس كتناقروا حقا وبلي موسر نقر على يسو تك عراني كتناقروا له وباقي إنه بلي موسر نقر على مجمري النام لنا كذابوا على السيدار مجمري هذا اللي نوكل ماسر جاني يتنيان الرجل ياسر لماسر جاني يأكرب نوالد آمن النو لمن بنقر مرج አምነ መጀመሪያ ለምን ከበደገር መረጃ ከፈለከ ደሞ ከቁርአን ከሐዲስ ማጣጣ ለዚህ ክፍት ነው ማለት ያላገው ቀደም ወሱል ያለው ነገር አለ ወሱሉን አልተቀመም ካልከና ከጋዋዒዶች ተግባራ ያደርግን ካል እንደፈለክ እንትን ልታደርገው ትችላለህ ማለት ነው ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰዓት እየገደበን ረፍት ቆይታ ያደረግን እየተመለስን ነው አሁን በድጋሜ አብራችሁ ቆያላችሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ድጋሜ እንገናኛለን